اسمحوا لنا أن نطرح بعض هذه الأسئلة على الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور، أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. لعل حضرتك تكون شفت الفيديو اللي عرضناه واللي احنا اختصرناه ومتداول على الانترنت بنسخة أطول، لكن احنا اقتطعنا الأجزاء المتعلقة بما يحدث في مصر وفي الدول العربية من فكرة الجيش المصري ويتم تداوله خلاله، من فكرة تمهيد الوضع لتحقيق أحلام إسرائيل بعد ما حل بالجيوش العربية. أولا، أهمية هذا المركز، مركز بيجن، ومدى تأثيره في السياسة الإسرائيلية؟ المراكز، هناك مراكز كثيرة اللي بتسهم في صناعة القرار بشكل غير مباشر داخل إسرائيل، سواء مركز بيجن أو في مركز ديان. أيضا هو من المراكز المهمة، في مراكز بحثية هامة. يعني إسرائيل يعني بتعول في كثير من الأحيان على بعض هذه المراكز في إمدادها ببعض التقارير والبحوث والدراسات، يمكن أن تستفيد بها ويمكن أن يكون لديها لدى أمين الإمداد يعني أبحاث ودراسات أكثر تقدما مما قيل. يعني ما جاء على لسان المتحدث الصهيوني ديفيد واينبرغ يعني ليس بجديد، يعني هو لم يعني يفجر مفاجأة أو يفجر يعني قنبلة، أو يعني هي غائبة عن كثير من مراكز الأبحاث العربية، وبالتالي وبصح صوتنا منذ سنوات عديدة وليس فقط يعني بعد الثورات، ما يسمى بثورات الربيع العربي، حتى ما قبل ثورات الربيع العربي كثيرا ما حذرنا من المساس بمكانة الجيش. كثير مما قالوا يعني طبعا ينطبق عليه، وليس كل ما قالوا طبعا، كثير مما قالوا ينطبق عليه مقولة صدقك وهو كذوب. يعني هو طبعا أنا عايز أسأل حضرتك هنا من موقع المحلل، هل هذا الباحث بيقوم بقراءة واقع تحاول إسرائيل أن تستفيد منه وتبحث عن انتصاراته، وقال إسرائيل ستنتصر وفقا للنتائج التي قرأها، لكن هل هو يقرأ واقع موجود تستفيد منه إسرائيل، ولا ساهمت إسرائيل ربما في صناعته عبر استغلال بعض التيارات بشكل غير مباشر؟ لا بالطبع ساهمت إسرائيل. إسرائيل ليست كتلة ميتة، إسرائيل ساهمت في صناعة هذا الواقع. يعني علينا أن نضع إسرائيل في مكانها الحقيقي. إسرائيل برغم مظاهر القوة وبرغم مظاهر الاستقواء التي تتسم بها حاليا، إسرائيل ما زالت هي الطرف الأضعف، وهي دي عقبة أخرى. إسرائيل حتى على المستوى الجغرافي هي دولة قزمية، على المستوى الديموغرافي أيضا لا تستطيع تنفيذ مشروعها الخيالي أو مشروعها التصوري من النيل إلى الفرات وكل هذه المشروعات، لكن قد تستعيد عنه بمشروع هيمنة، هيمنة من النيل الفرات، تستطيع إسرائيل أن تنفذ مثل هذه. طب يعني هنا السؤال، أحد أوجه المفارقة يا دكتور هي فكرة أن دلوقتي التيارات الإسلامية في العالم العربي سواء في أكثر من دولة، في مصر، في سوريا، وربما في ليبيا بشكل أو بآخر، هي التي تواجه أو تشكل التحدي للجيوش العربية، ما يحدث في سيناء على سبيل المثال، ما يحدث في مصر بشكل كبير. كيف يمكن أن هذه التيارات بتكون بتفسر لأتباعها هذا التناقض، أنها تحقق أهداف إسرائيل في كسر الجيوش العربية؟ هناك مقولة يعني صاحبها مؤرخ عسكري شهير وقائد عسكري شهير سابق ألماني اسمه فون مولتا، هذا الرجل كان بيتحدث أن أفضل وسيلة دي هزيمة خصمك أو هزيمة عدوك أن تهزمه من الداخل أو أن تجعله يهزم نفسه من الداخل. ما يحدث الآن من قبل هذه الجماعات التكفيرية في الوطن العربي والعالم الإسلامي هو أكبر خطر يواجه هذه الأمة بعد اندثار خطر الصليبيين وخطر المكوك. يعني نحن نتحدث عن هذه الجماعات التكفيرية أو الجماعات التي ترفع شعارات دينية، هي بالفعل هي أكبر خطر واجه هذه الأمة. لا أقول أكبر خطر على أمن هذه الأمة، أكبر خطر على يعني يؤثر سلبا على مكانة الدين الإسلامي في النفوس، سواء كنا نتحدث في الداخل أو في نظرة الآخر إلينا. فبالتالي صحيح بالفعل أن يعني ما يحدث من قبل هذه الجماعات على المستوى العام هو خطر بالفعل تواجهه الأمة، وعلى المستوى إذا قربنا العدسة قريبا سنجد أن بالفعل يعني انشغال أو إشغال الجيوش العربية، يعني ولا سيما طبعا نحن نتحدث عن الجيش المصري ومحاولة تحطيمها. يعني الباحث بدأ إن لديه أرقام، يتحدث عن إحصائيات، بيتكلم عن فرق الجيش المصري الـ 14، بيتكلم عن أحوال 7 منها بشكل يبدو تفصيلي. لا هذه طبعا يعني الحديث بشكل تفصيلي عن الجيش المصري اظن ان
لا تتاح لمثل لباحث مثل هذه. وبالتالي طبعا يعني حينما قلت ان كثير مما قالوا، ولم اقل ان كل ما قالوا، كثير مما قالوا ينطبق عليه الصادق وهو كذوب، لكن بالنسبه لوضع الجيش المصري هو ما يقلقهم حتى يومنا هذا. الجيش المصري ما زال يعني بكامل قواته وكامل عافيته. ما يحدث من ملاحقه الجماعات التكفيريه او تامين اراضي سيناء او محاوله بسط السياده كامله على سيناء، كل هذه الامور اظن انها لا تشغل الجيش المصري عن مهامه. انا بالفعل يعني كثيرا ما اذهب الى اودع الى بعض المناطق العسكريه لاتحدث او لا ازور، او فبالتالي هذا بيرفع روح المعنويه جيدا، وادرك تماما ان لمصر جيش يحميها. وبالتالي يعني كل هذه المخاوف، لا المخاوف في الداخل بالفعل يعني على يعني ما يحدث الان، واعلمي ان مكانه الجيوش ليست فقط مكانه ماديه لكن هي مكانه معنويه. انا بشكر حضرتك دكتور جمال سلامه رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. سأستعير تعبير ضيفي، صدقك وهو كذوب، ربما لم نكن نحتاج إلى هذا الباحث لندرك المفارقة الواضحة من التقاء بعض التيارات مع العدو الأوضح وهو إسرائيل وتحويل نظر العداء بعيدا عنها، لكن ربما هو تحدث أو وضع يده على المعركة التي اخترنا أن نهزم عندما هزمنا فيها، وهي معركة المساهمة في الحضارة الإنسانية، وهي معركة اختارت إسرائيل أن تنتصر فيها مع الأسف.